بالنسبه حاليا دابا الثمن اللي كاين في الضيعات كاينه من 120 اولا من 118 حتى ل 123 فرانك، يعني تنهضروا بواحد السومه ديال 24 ريال ما بين 23 حتى ل 25، ما لحقش 25 ولكن ما بين هذا الثمن هذا حتى ل 25. تمام، باش كيوصل المستهلك كيبقى يوصلوا حاليا دائما حاليا من يعني من قبل رمضان ولدابا 30 ريال، هذا هو الثمن باش كيوصل المستهلك. بالنسبه اخويا معدل الاستهلاك اقل من المتوسط، ما كاينش البيع حاليا، الناس ما كتبيع والو، الناس ما بقاش كتستهلك يعني البيض بوفرة، يعني بحكم انه كاين ثمن، يعني كاين ثمن غالي، يعني مادام تيكون واحد الثمن غالي لواحد المنتوج يعني الناس كتحاول تفاداه الا الضروريات القصوى، وهكا ولا البيض حتى هو ولا من الضروريات القصوى، ما بقاش من لي برودوي دو غوند كونسوماسيون ولكن ولا دو مويان كونسوماسيون، ما غيكونسومي الانسان الا الى محتاجو يعني لضروره قصوى. عدد داروا فايت مساكن، عدد مشاو، عدد سدوا المحلات ديالهم، وعدد غادي يمشيو من ورا هادشي، عدد غيمشيو. حاليا نهضر على راسي، انا هضرت على راسي حاليا، نقدر نقول لك حنا كاينين في ازمه خانقه، هادي سيتي كريز، يعني كاينه كريز مونديال وحنا كنعيشوا هاد الكريز ديال لي جوف، فهمتي؟ واحد لاكريز كنعيشوها الله اللي نطالع بها، ما كاينش الربح، كاينه واحد المنافسه قويه، ومن هذا بعدا غادي نوجه واحد الميساج، غادي نوجهو للحريفي هاد البيض، يعني صحاب الكروات واللي تيفرقوا يعني الموزعين والتجار، غنقول لهم انا الله يعطيكم العز، اما الدلال راكم عايشين فيه الله يعطيكم غير العز، فهمتي؟ كيف يعقل اصاحبي تتقاتل انت باش تصور واحد شويه النهار وكيجيب لنا تيلوح عليك السوق وتيبيع بالثمن قل من سومه السوق، يعني تخيل دابا انت راه كاينه 123 اليوم في كازا، غادي تلقى في الماكزان اليوم فكادير 123 124 نفس السومه اللي كاينه في كازا، ما عرفت كيفاش كيوصلوها لهنا، ما عرفت كيفاش كيديروا ليها الفيرمات، حتى هما منافسين مع بعضياتهم ولا حتى هما عندهم الماكزان تيبيعوا. المهم الروينه الشيء اللي بقى في هذا الدومين هذا اللي شادنا فيه هو الكريديات، حنا طارقين كريديات وعندنا كريديات شادين بهم الناس، اما كون ما كانش هادشي انا ما نبقاش فيهم ولا ما نزيد فيه تخطوه وحده، تنهضر وتنهضر بواحد الحرقه لحقاش هادشي وصل للفان ديالو، بالا غسيلو الزوبه هاد الحريفي هادو ما بغاو يتقادو، اللي راه حاليا المستفيد الوحيد اللي كاين هو مول الفيرما، حتى هو ما استفد دابا حتى، دازت عليه واحد العناء، يعني دوز تكبد واحد الخسائر، يلاه ولا دابا تيستافد شويه وغادي ومقنن بعضياتهم، يعني ولاو مفاهمين ومتفقين ودايرين واحد الخطه واحد الاستراتيجي غاديين بها على غرار مالي البيض اللي هما الحريفيه اللي اغلبيتهم، انا نقولها لك اغلبيتهم تيبيعوا بدون، ما عرفتش انا كيفاش كيخدموا صراحه، ما عرفتش كيدخلوا ولادهم، انا ما فهمتش، انا بعدا ما عرفتش. بالنسبه للتوقعات الحاليه تنظن بان البيض ما غينقص، غيبقى يوصل للمستهلك بدراهم ونص، لحقاش تكلفه الانتاج غاليه شويه. الا غادي نهضروا خصنا اول حاجه نطرقوا ليها دابا التكلفه، دابا الا هضرنا على الثمن غالي خصنا نمشيو للثمن اللي غالي، خصنا نبداو من الفوق، شكون اللي السبب اللي خلاه يغلى؟ اول حاجه اللي هو العلف اللي كان اول سبب رئيسي باش يغلى، وغنبقاو نقولوها في جميع لي زانترفيو اللي دازو ولا حتى اللي غيجيو من بعد، السبب الرئيسي هو العلف، خاص الدوله تدخل دير شي حل للعلف. نقصد دابا الضرائب والجمارك، راه هي كدير دابا شي امور يعني باش كتنقص الضرائب وكذا وهذه، ولكن هذا هو السبب الرئيسي، هو العلف غالي بزاف، زائد لا 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 يعني مشكل ديال لي موان ترونسبور، يعني التكلفة ديال الغازوال اللي ولات غالية حتى هي، هذه حتى هي كتزيد في الارتفاع، زائد القدرة الشرائية اللي مرهقة أو لا على سفير حفرة من الموت، يعني على سفة حفرة من الموت، ما بقى لها والو صافي، يعني الناس راه مهلوكة، الناس راه ما عندهاش باش، راه اللي سولتيه أي دومين كيما بغى يكون نوع مولاه تيقول لك أودي راه القضية عندنا خاص، ما عرفتش واش الدولة خاصها تدخل، واش خاص يكون شي دعم لهاد الفئات هادو، ما عرفتش انا والله صراحه، انا بعدا ما عرفتش. دابا حاليا واصل 123 فيرما، راه كيوصل حاليا دابا الاكادير ب 125 زائد لي موان ترونسبور، يعني 25 ريال درهم و 5 دريال، يعني 25 ريال، يعني 25 ريال وصلوا ب 30 ريال، من 28 حتى ل 30، هذا هو الثمن باش غيوصلوا. بالنسبه قلتي لي الصيف واش غينقصوا ولا لا، ما كنظنش بحكم الانتاج يعني في الفيرمات راه قليل شويه. تحكموا نعم، خدموا الاستراتيجيه ديالهم، عندي ما يتسالهم، برافو ليهم، خدموا الاستراتيجيه ديالهم وعرفوا يخرجوا راسهم من الورطه ومن الازمه باش ما يديروش فايت. واخا بالنسبه للطريقه اللي خدموا بها اخويا، اول حاجه داروها هو نقصوا في الدجاجه. شنو هو ينقصوا في الدجاجه؟ مثلا مول الكوري عنده واحد 200 الف ديال الدجاجه، ما بقاش كيخدموا ب 200 الف ولا كيدير غير 100 الف، اللي كيدير مليون ولا كيدير غير 500 الف، هذا هو نقص
في الانتاج ديالو. يعني نقدر نقول مثلا كانت شحال هذه في كورونا ولا كذا، كانت واحد الكميه الانتاج، واحد الانتاج يومي تقريبا يقدر ب 24 مليون بيضه في النهار. دابا حاليا وصلت 13 مليون 14 مليون بيضه في النهار، ما عنديش رقم مضبوط ولكن هذا هو الرقم اللي يراجع عنه. يعني 14 مليون 13 مليون واش شحال نقصوا؟ يعني نقصوا. دابا انا كنظن بانه فيما بغى، فيما بغى السوق انه يهبط كيخرجوا الدجاجه اللي كبيره في العمر. واخا لا كتكون كتولد ولكن قريبه يا استوفات العدد الاسابيع اللي عندها يا قريبه تستوفيهم. يعني يعني مثلا عندها 80 اسبوع، اذا 80 اسبوع راه غيخرجوها، او هذه في حالات بدا كيهبط السوق مازال ما كملاتش غيخرجوها. يعني يلا درت 70 اسبوع يقدروا يخرجوها في 70 اسبوع، في 75 اسبوع، في 60 اسبوع، في 65، يعني باش يبقاو ضابطين الثمن ديالهم في السوق. كاين واحد الاشكال اللي وقعوا الناس مازال ما عارفاش، هو ان الدومين حاليا البيض من هب ودب كيدخل ليه. اي واحد دابا بان لك في الطريق ما عندوش علاقه بالبيض، قليل 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 الا قله قليله اللي عندها علاقه بالبيض. اما حاليا كلشي اللي داخل البيض فهو فئه جديده. يعني الناس شادين لا روتريت ديالو، السيد اللي دار دارو كبر وليداته عنده طوموبيلته قراهم وعنده لا روتريت ديالو، كيجي يتزاحم معاك انت في الشوارع، يتزاحم معاك انت في الزناقي. كاين اللي عنده خدمات اخرين، استاذ في شي حاجه ولا موظف في شي شركه، وكيجي يتزاحم معاك انت باش يدير معاك. هذا الشيء هذا راجع لياس، ما كاينش قانون اللي كيأطر الحرفه. خاص الحرفه اللي بغى يدخل لها خصو يكون اطار، خصو يلتزم باطار قانوني، خصو يكون تحت واحد المنظومه، خص الدوله تدخل. صراحه راه حنا عينا، حنا كان عندنا ضرائب ديالنا تنخلصوهم، ما كرا ديالنا تنخلصوا، المسائل ديالنا تنخلصوها، ولكن ملي كنجيو البينيفيس يعني ملي كنشوفوا الارباح ديالنا ما تلقاو والو، تلقاو راسنا كندورو في نفس الحلقه مفرغه. هذاك داروا لي انا يلا باقي شاب، يلا باقي عنده طموح، باقي ندير، باقي نخدم، باقي ندير شحال د الحوايج. ملي كتجي كتلقى بحال هاد المشاكل هادو يعني كتحبس، اش غادي فين غتكمل؟ فين غتكمل؟ لدرجة أنا قسما بالله أقسم بربي الكعبة، أنا دابا حاليا تنفكر أنه نهاجر. ما بقاش بان لي هنا الضو، كون بان لي الضو راه غنكمل، ولكن ملي ما بقاش كيبان لك شوية ديال الضو، ما بقاش كيبان لك فين تنفس، أولا نبدل المشروع وحدة في الجوج. ولكن قلت لك أنا قبل علاش ما قدرناش نبدلو المشروع؟ لحقاش عندنا التزامات، عندنا فلوس خارجة على برا، عندنا فلوس شادين بهم الناس، ما عندكش كيفاش تخرج. وحلنا جينا في الوسط وحلنا، ما عرفناش كيفاش نديرو. البيض غيبقى، غيبقى حتى يولو، غيبقاو فيه غير اللي هما كناظر، عاد ديك الساعات غيديرو ما بغاو في الثمن. كي دايرين دابا حاليا موالين الدجاج، موالين الدجاج دابا حاليا اللي كيبيعو الدجاج ديال الرياشة ديال الذبيحة، راهم كانوا كتار. ملي غلى ال1000 راهم بداو تينقصوا بشويه بشويه، خلاو غير الناس اللي قناضر الكبار، الصغار مساكن راه مشى لهم الجهد. اش داروا؟ بقاو الكبار استغلوا المسائل ديالهم وخدموا حتى هما قنوا زادوا الثمن، وحكموا حتى هما الانتاج كما حكموا صحاب الدجاج، كما حكموا صحاب البيض. يعني نفس القضيه. وهنا تنقول الله يحسن عواننا، يكون خير هذا العام، يكون خير هذا الشهر، يكون خير هذا الشهر لقاو ما احسن منه، هاد الشهر يكون احسن من هذا. والو الشهر اللي فات كنقول لكم هبقى هذا احسن من هذا الشهر هذا.